أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدى لها رزقا كريما. يا نساء النبي إن لستنك أحد من النساء صلاة شهر
ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي وإنا أخذنا لك أزواجك التي أجعوهن وما ملك جميلك مما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا وطن الله وطن الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرا فلا تضلون السبيل ربنا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا حرمنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها لسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين الذين لا يؤمنون بلا خيرت بالعذاب والضلال بعيد فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء لولد إن شنصبهم ورضاء مصدق عليهم كسر من السماء من نبي
الشفق عليه ذلك جزيناه بما كفروا وهل يجازى إلا الكفر وجعلنا بينهما في القرى التي باركنا فيها هو الظاهرة وبدلنا فيها السير Yeah.